يقسو على ملعبه امام ريال سوسيداد بهدف مقابل ثلاثه. هيركوليس يفوز بثلاث اهداف مقابل هدف على ليفانتي. راسينج يفوز بهدف مقابل لاشي على ديبورتيفو. مايوركا يفوز بهدفين مقابل لاشي على مالاغا. أتلتيك بلباو يفوز بهدف مقابل لاشي على اوساسونا. فالنسيا يفوز بهدفين مقابل هدف امام الميريا. والبارسا يسحق ريال مدريد بخمسه اهداف مقابل لا شيء. الجوله الثالثه عشر. الترتيب: البارسا يعود الى المقدمه بفارق نقطتين عن ريال مدريد. فياريال ثالثا ب 27، اسبانيول ب 25، فالنسيا خامسا ب 24، مايوركا ب 21. نذكر اسبانيول المفاجاه في المركز الرابع. ساراغوسا لا زال في المركز الاخير بثمانيه نقاط، الميريا بتسعه، مالاغا بعشره مع خيخون، وليفانتي ب 11 نقطه، والراسينغ في المركز الخامس عشر ب 14 نقطه. الهدافون: كريستيانو رونالدو لم يسجل ويبقى ب 14 هدفا، ليونيل ميسي ايضا لم يسجل ويبقى ب 13 هدف، فرناندو يورانتي بتسعه، نيلمار بثمانيه، روسي بثمانيه، وفيا بثمانيه. الجولة القادمة الرابعة عشرة: خطافي مايوركا، فياريال إشبيليا، الميريا ساراغوسا، ريال مدريد فالنسيا مباراة كبيرة، أوساسونا برشلونة، ريال سوسيداد أتلتيك بيلباو، ديربي بيلباو، إسبانيول خيخون، ليفانتي أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو إيركوليس، مالاغا راسينغا. سنكون معا يوم السبت إن شاء الله بمباراتين: أوساسونا برشلونة، ريال مدريد فالنسيا على بلاس 2 اتش دي. يوم الأحد فياريال إشبيليا مباراة قمة أيضا، وديربي الباسك سوسيداد بيلباو. يوم الاثنين ديبورتيفو إيركوليس. هكذا